ده التقرير بتاع المقرر بتاع حاجة في اللائحة القديمة، الشكل بتاعه أهو عادي خالص، مفيش أي تغيير، الصورة العادية بتاع التقرير المقرر مفيش أي تغيير، زي اللي كنا بنعمله قبل كده بالظبط، نفس الصورة يعني. حتى هنا student assessment method، دي حتى النقطة دي اللي كان يمكن هي دي النقطة اللي كنا بنتكلم عليها، مش اللي هناك الحقيقة، لأن هناك هي الويتنج بتاع كل حاجة، دي كان لازم بنحطها، لكن الحتة اللي كانت الدكتورة رشا بتحاول تفكرني بيها هي هنا في التقرير. student assessment method هو كان بيبقى فيه مربعات كده، واحنا كنا بنعلم بس علامة على الريتن وعلامة على الكلاس وورك، ده في الأول الحاجات اللي احنا مستخدمينها، وبعدين بعد كده طلبوا مننا لا عايزين الويت بتاع كل حاجة نكتبها هنا في المربع ده. آخر مرة قالوا لنا انتوا حاطين النسبة ليه هنا؟ لا انتوا علموا بس علامة، او يعني يبقى هايلايتد وخلاص. فاحنا لما غلبنا هم اهي هايلايتد اهي وجواها النسبة، فاختاروا والله اللي انتوا عايزينه حيرونا. يعني. هو التايتل اللي في الشمال بيقول ان احنا نعلم بس ما نحطش نسبة. بالظبط كده. بس بقى زي ما بقول لحضرتك كده، في ناس جم وقالوا لا الكلام ده، وناس منهم هم من مركز الجودة بتاع الجامعة، بس حسب كل مرة مين اللي شايف بقى الكلام ده. فاحنا خلاص يعني قلنا لهم طب في مشكلة بس ان هل احنا نبقى حاطين السؤال هنا، حاجة زيادة. هل السؤال اتفضل. لأن الجودة عبارة عن ورق، هل الطلب بتاعهم بيبقى ريتن وبعد كده واحد تاني مكتوب ويقول لا انا عايز كذا، وهو قبل كده ساعات مكتوب كذا؟ يعني والله اصلا ما ساعات ينفعش شفوي، ما ينفعش شفوي. لا بيبعتوا، والله بيبعتوا حاجات كده وبعدين تيجي حاجات تانية تقول كلام غير عكس الكلام اللي اتقال، ده بيحصل وده بيحصل حقيقة يعني. طب بالنسبه للتقرير، ميعاد تقديمه امتى المناسب؟ يعني يطلب مني امتى كعضو هيئه تدريس اقدمه امتى؟ هو المفروض ان هو بعد طبعا يعني في الميعاد الطبيعي، اقصد بعد ما تبقى الاحصائيات والحاجات اللي هي بتاعت الكنترول وصلت، طب انا علشان يوم 25، يوم 25 عندي ديو ديت ان انا اسلم التقرير بتاع المقرر، وهتكون النتيجة لسه ما خلصتش. لا طبعا ده ازاي الناس بتطلب مني؟ لا ما هو انا ده ما انا اعتقدش ان استغرب. هم، طبعا تمام. الكلام على انا التقارير اسمح اللي قبل لحضرتك يا كده. دكتور سنو، ايوه يعني اتفضلي. حتى امتحانات الترم الاول ما بنعملهاش بعد الترم الاول، بنعملها بعد الترم الثاني، لان احنا مش ساعات معتمده، فاحنا عندنا في رأفة وفي حاجات بتطبق في الترم الثاني، فدايما تقارير المقررات بنعملها بعد ما نتيجه الترم الثاني تطلع. فهو اللي مطلوب ان احنا نعمل تقارير المقررات للعام الاكاديمي 2021 2022 لو دايما دايما بتاعت العام السابق. بالظبط كده. طبعا الكلام بتاع الدكتورة هناء دايما اللي بتقعد تقوله لنا كل مرة، انتم المفروض تبقوا مجهزين التقرير وتبقوا في انتظار بس ان الاحصائيات تجيلكم، علشان خاطر يبقى اول ما يخلص الحاجات دي تطلع، الموضوع ما ياخدش غير يوم نحط فيها الاحصائيات دي ونخلص الكلام ده يعني. ده دايما القصة اللي بتقولها لنا بصفة يعني متكررة، لكن يعني بيبقى قدامنا مهلة لحد ما الكلام ده يخلص يعني. طبعا النقطة المهمة جدا جدا في التقرير بتاع المقرر هو الجزء بتاع الخطط، أو نتيجة الاستبيانات ومبني عليها الخطة، دي حاجة مهمة جدا جدا، يمكن ما كناش بنهتم بيها قوي يعني، أو ما كناش بحريصين على تنفيذها، لكن دي ضروري جدا. الريزلت بتاعت الكورس ايفاليويشن، النسبة بتاعت التوتال بتاعت الاستبيانات الطلاب قد ايه، وبنكتب تعليق مثلا على النقطة المهمة في الكومنت اللي الطلبة قالوها، مثلا نختار الحاجة القليلة مثلا اللي مقللة الاستبيان ونكتب التعليق اللي عليها، او في زي ما هنا في كومنت مثلا مقرر يتطلب وجود معمل اللي مش عارفة ايه الكلام ده، المفروض انه بعد كده الكورس امبروفمنت سجستشن اللي هي خطة بقى التطوير تبقى محطوطة مربوطة بالاستبيان بتاع الطالب اللي فوق. يعني لو هنا الاستبيان ده فيه حاجة فيها نقطة مش كويسة ومكتوب إن النقطة دي يعني يا إما مكتوبة ككومنت بالكلام، أو هي النسبة دي محطوطة على إنه مثلا مفيش حاجات تجارب عملية مش عارفة إيه، فالنسبة الحتة بتاعت التجارب العملية دي واخدة نسبة مش كويسة، يبقى المفروض إنه يبقى خطة التطوير دي تبقى حاجة ريليتنج للكلام ده، ان احنا بنقول ان احنا زي ما هو adding some experimental videos help students مش عارفة الكلام ده،
حاجة يعني المفروض الحقيقة تبقى حاجة بتعالج المشكلة اللي فوق، يعني ان احنا مثلا هنعمل بدل مثلا ما فيش معامل، فان احنا هنعمل حاجات عملي على الكمبيوتر مثلا بديل للتجارب العملية لحد ما يبقى فيه أجهزة مثلا، أو هنشتري أجهزة عشان نعالج المشكلة دي. فالمفروض إنه خطة التطوير دي تبقى مربوطة باستبيانات الطلاب، تبقى حاجة بتعالج المشكلة دي. معلش يا طبعا دكتورة سلوى، المهم إن هو احنا أنا لما بتطلع نتيجة الاستبيان وببعتها للأساتذة مثلا، هل بيعملوا رفاهية لخطة التطوير أو تعزيز، ولا أنا مجرد ما الدكتور بس بيقول لي إنه ممكن هضيف كذا أو هو يضيفها في الريبورت بتاعه تكفي؟ يعني لازم يرفق لي خطة تطوير أو تعزيز، ولا ما هي وأنا تحط هنا، ولا هو مجرد يحطها في الريبورت بس؟ يحطها في الريبورت، هو في الريبورت يحطها في بس، الريبورت. لكن ما فيش مشكلة، إن مش فيش داعي يجيب لي دوكيومنتس بناء على ده. دوكيومنت مفصلة كده بخطة التطوير؟ لا لا، اه يعني انا لما تطلع الاستبيانات بطلب من الاستاذ خطة تطوير حسب النسبة طبعا اللي طلعت، او خطة تعزيز، هل مش يبعت لي بتطلب دوكيومنتس ولا يعني، لما اطلب ده المفروض هو بس بيحطها؟ في اتفضلي يا الريبورت دكتور. يحطوها في الريبورت. يعني احنا بننبههم مثلا، ريبورت علشان خاطر ناس بتنسى، وفي ساعات ناس بتقوم نقله خطه التطوير اللي قبل كده اللي بعد كده، وبتبقى منقوله ويعدل في الريبورت شويه حاجات اللي هي نسب النجاح والحاجات دي، وما بيعملش حاجه مربوطه خالص بالموضوع خطه التطوير ونسبه الاستبيانات دي ولا حاجه خالص. فالمفروض ان احنا طبعا يعني ممكن ننبههم، واحنا بنبعت الطلب الريبورت واحنا بنبعت الاستبيانات، ننبه الناس ان الدكاتره يعني زملاء كده، ان يعني ابعت لهم ياخدوا بالهم ان هم الاستبيانات يحطوا كلها خطه مثلا او التطوير. نتيجه الاستبيان، ويحطوا اللي اقل من كذا زي ما هو مكتوب في الاستبيان عامه، يبقى في خطه بالظبط تطوير او كده. كده يضيفها في التقرير. يعني انا عندي سؤال خاص بالظبط كده. بالاستبيان حضرتك، هو مين اللي بيعمل ادمنستريشن للاستبيان؟ هل وحده ضمان الجوده ولا الدكتور؟ قصد حضرتك ايه مين اللي بالادمنستريشن بيعمل بقى؟ السيرفي؟ مين اللي بيعمل السيرفي؟ يعني هو بيوزع مين اللي بياخد الاستبيانات رأي اللي الطلبة في احنا الكورس؟ عندنا بيبقى فيه دكاترة مشرفين على ان هم يرتبوا مع المعيدين ان هم يبعتوا الاستبيانات تتوزع على الطلبة في مش المحاضرات وكده. أستاذ المقرر يعني، عشان هنا كل في قسم؟ كونفليكت اوف لا انترست. لا، لا في لا، مش نفس استاذ الطلاب موجودة المقرر. في كل قسم يا دكتور. يعني القسم هو اللي بيقوم بالموضوع ده؟ في لجنة طلاب موجودة في كل قسم. التوصيف في حد ذاته المفروض يبقى موجود، التوصيف ده بتاع المقررات فعلا بتاعة الترم الأولاني وممكن الترم تاني، يعني دي ملهاش دعوة بالتقرير، احنا بنتكلم على توصيف وتقرير. فبالنسبة للتوصيف، فالتوصيف مقرر، المفروض ان في أول الترم الأولاني في أوله من أول السنة يتعمل توصيف المقررات بتاعته. لو كان في حد يعني ممكن تكون حضرتك مش عايز تعدل حاجة على التوصيف بتاع السنة اللي قبلها، لكن المفروض انه احنا دلوقتي السنة دي 22 23، في اول السنة يكون توصيف المقررات بتاعت اللي هتتدرس السنة دي تبقى التوصيفات بتاعتها جاهزة. ده اللي احنا بنعمله، هما ده اللي بيقولوا عليه دايما. لو انا حضرتك شايف ان التوصيف بتاع السنة اللي قبليها حضرتك مش هتغير فيه حاجة، خلاص قول لحضرتك ان هو زي ما هو، لكن لو في حاجة هتتعدل فيه يبقى المفروض انها تتعدل من اول الترم على اساس ان هي بتعتمد الحقيقه بتاعه الترمين. احنا بنعمل الحاجات بتاعه الترمين في اول السنه الدراسيه، يعني بتاعه الترم الاول الثاني للعام الدراسي 22 23، بالمفروض ان هم يتعملوا في اول العام الدراسي ويعتمدوا. انا بس حبيت اوضح لحضرتك النقطه دي، فدول المفروض ان هم فعلا أنا يتعملوا. الريبورت ده متفق مع حضرتك في النقاط دي كلها، وحتى بالإضافة لكده التوصيف المفترض للطالب في أول محاضرة أنا بوريه له، وفي بعض الكليات والجامعات أنا بشوف إن هم بيخلوا الطالب يوقع على ورقة إن هو شاف التوصيف ده، على أساس ده بيبقى عقد ما بين الطالب والأستاذ، ايوه لكن تمام. التقرير هو فانا بس اللي هو النقطه دي، الصح إنه يتأجل يعني، مش أكتر. ما هو التقرير خلاص، ما هو التقرير خلصان المفروض طبيعي بتاع السنه اللي قبلها ده بتاع 21 22، ده المفروض يبقى خلصان فعلا، يعني العام الماضي، لان العام خلاص الماضي، احنا تمام بتاع العام الماضي.
تمام يا فندم، تمام. شكرا. مهم طبعا جدا برضو الحاجات اللي اتنفذت اللي هي last year improvement suggestion achieved لازم يتحطوا. دول النقطتين اللي بيبقوا مهمين دايما قوي، ان هم ما يتنقلوش من تقرير السنه اللي فاتت للسنه دي زي ما هم، الا لو في حاله خاصه خالص انه في حاجه جت تتنفذ في السنه دي وما ينفعش انها تتنفذ لاسباب يعني واضحه ايه الاسباب دي، فيتحطوا يتحط السبب ان كذا، فانا هنقل الحاجه دي للسنه اللي بعدها لاني لسه ما نفذتهاش مثلا. بس دي الخطط هنا، الحاجات مرتبطه في خطط التطوير دي جزء بطريقه بالتدريس نفسه، وممكن بحاجات زي ما احنا شايفين هنا الفيلد حاجه في شكل الكلاس روم، في تجهيزات، في حاجه زي كده يعني. بعد كده بتاع الورقه اللي هي النسب بتاعه الامتحان زي اللي كنا بنعمله، بس بدل ما كان الجدول هنا ده فوق اللي هي مقسومه برضو زي ما قلنا النولج والسكيلز وكده، هم ال اوز على بعض بقى اللي احنا اتكلمنا عليهم يعني. اعتقد كده يعني هنا دي الحاجات اللي هي استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمه، ده نفس الصوره اللي كنا بنعملها اعتقد قبل كده الجدول ده. بعد كده الامتحان بقى الصوره من الامتحان، مش عارفة هل عند حضرتكم أسئلة في أي حاجة مش واضحة؟ أنا أنا بس عندي، أنا عندي سؤال بس أوديني يا دكتورة سلوى، بس قبل ما حضرتك تختم معلش هتعب اتفضل. حضرتك. سؤال على التوصيف اللي فات بس أنا هقوله بسرعة. إحنا كان عندنا ال اوز بنريفير ليها طبعا للقسم، هل ينفع الدكتور أو عضو هيئة التدريس يحط وأنا براجع يحط أكتر من ال اوز؟ يعني يحط واحد ايه مثلا واحد بي أو واحد ايه وايه وبي وسي، يعني يحط أكتر من ال اوز في نفس القوس ولا هو لازم واحد بس؟ لا كانوا دايما بيقولوا هو قوس بيحط ايه؟ واحد حاجه واحده حاجة واحدة بس. اسمه يعني لو أنا توصيف لقيت المقرر، توصيف المقرر يبقى التوصيف بيشاور مقرر على حاجه واحده. ده حاجة واحدة اللي بس كانوا ما تبقاش قايلينه طول أكتر من عمرهم حاجة. من زمان. تمام. طيب بالنسبة للتقرير بقى، حضرتك عارفة إن بعد التقرير الريبورتس بتاع الدكاترة في تقرير برنامج نفسه بناء على إحصائية النتيجة اللي طالعة من البرنامج، فهل ده التمبلت بتاعه شكله اتغير؟ لان انا فتحت للاسف الحاجات اللي ممسوحه ضوئيا بس ما لقيتش تمبلت لتقرير برنامج او لتقرير حضرتك عارفه كنا بنعمل الحاجات دي، او تقرير مراجع داخلي عن البرنامج، كنا بنكتب كل المقررات والحاجات لا اللي هو افيلبل مفيش، فيها ولا لا والكلام ده هو مفيش اي تمبلت اتغيرت، هو مفيش اي تمبلت جديده اتغيرت هم عملوها، ما هم ما غيروش اي خالص. حاجه في يعني التمبلت احنا خالص، ما نزلوش هو عشان بس كده النرس كل فقط. واحد. هي النرس والحاجات التانية دي انا يعني بقول لحضرتكم تنبيهات لانه مشاكل قابلتنا في الزيارات، لكن هم مفيش تغيير اساسي حصل، فهم كان يعني سايبين الدنيا. فحتى كان ساعتها تمبلت الهيئه ما نزلتش تمبلت، فخلينا نلحق احنا واحنا بنعمل التمبلت بنفسنا ان الحاجه اللي احنا بنعملها تبقى هي دي اللي ماشيه طالما هم لسه ما نزلوش حاجه. واللي حصل ان احنا فعلا طب خلاص يبقى خلينا ماشيين مع اللي كنا فيه بدل ما نغير كتير. وكل ما هناك الحتت اللي فيها كانت النورس بنستبدلها بالكومبتنسي، وجمعنا الحاجات بس على لكن بعضها وحطينا التقرير الاي بتاعنا زيرو زي ما هو وخلاص. بتاع برنامج مواصفات التعليم والتعلم والكلام ده زي ما هو، الحاجات دي زي ما هي فيما عدا النرس لو اتغير، يعني شكله اللي حطيناه جديد هو ده بس يتغير، لكن بقية الأشكال المصفوفات تمبلتس قصدك كلها زي بعض. التوصيف محطوط فيه كل المصفوفات اللي تابعة للتوصيف اللي موجودة كلها، يمكن حوالي 11 مصفوفة مثلا حاجة زي كده تمام يعني. شفتهم. الحقيقة في بعضهم بس أنا حقيقي أنا دايما مش بفتكرهم، في عدد من المصفوفات اللي دايما أنا ببقى حاطاها مع توصيف البرنامج مرفقين بيهم، في بعضهم هم بيسموهم دول جزء من توصيف البرنامج، في بعضهم هم بيبقوا موجودين مع التوصيف جنبه كده على اساس يعني لو حد احتاج يشوف حاجه فيبقى عندنا حاجه بتوضح التوافق. فانا بصراحه برضو نفس القصه، انا خلاص التوصيف ببقى حاطه معاه كل المواصفات طالما بيسالوا عليهم مع التوصيف، فخلاص كله بالنسبه لي جزء من التوصيف وخلاص، ما بقعدش بقى يعني ادوس دماغي بالنقطه دي بصراحه. لكن كشكل للتوصيف كشكل للتقرير لا مفيش حاجه في الاساس مختلفه. إنه التوصيفات والتقارير لازم رئيس القسم يمضي بصفته رئيس القسم، وأستاذ المادة أو الكورس كوردينيتور يمضي على التقرير والتوصيف، لأن كانوا فعلا بيعملوا كومنت كل مرة في الحكاية دي. فبس طبعا ده بعد ما الدنيا تخلص خالص بس ده والدوكيمنت تطبع، ياريت بس الأساتذة ورئيس أعتقد القسم بعد يمضوا ما على راجع بتاع القسم يراجعها.
في الاخر خالص طبعا يعني. بعد المراجعه، بعد المراجعه وبعد كل حاجه، بعد المراجعه الداخليه وبعد مراجعه وحده الجوده كمان. طيب تمام. دكتوره سلوى، ممكن سؤال بعد اذنك في الكورس ريبورت؟ اتفضل. معلش، ممكن نرجع بس الاول جزء في الكورس ريبورت اللي هو خاص بالبيزك انفورميشن بتاع الكورس؟ معلش معلش دكتور فلسي، اثناء ما دكتور سلوى بتراجع كده حضرتك قلتي ولا يتمضي الا لما الجوده كمان تراجع، يعني انا بعد ما المراجعه الداخليه هتراجع الكورس بيكس، هتروح الجوده وتتراجع وبعد كده ترجع للدكاتره يعتمدوها؟ لا، احنا هنراجعها سوفت كوبي الاول قبل ما تطبع، حرام كميه الورق دي كلها. ايوه، ما انا قصدي هي تطبع يعني تتراجع وتتبعت للجوده سوفت كوبي يراجع، وبعد كده تيجي تعتمد بقى، تعتمد التوصيفات وتطبع يعني دخلها اعتماد بقى للقسم وتعتمد التوصيفات بتاع المكررات. طيب بالظبط. هو انا بس عندي ملحوظه ان احنا التمبلت اللي جالنا مختلف شويه عن اللي حضرتك عرضتيه، فانا مش عارف دلوقتي لان في اسئله في التمبلت اللي جالنا او يعني حاجات المفروض ان احنا بروفايد الانفورميشن بتاعتها، مش عارف هل دي كده مظبوطه ولا لا، التمبلت هي ولا لا، بس مش انا حاسس في اختلاف شويه. لكن هو ايه حضرتك قول. طيب احنا بدايه مثلا في الجزء اللي هو بتاع البيزك انفورميشن اللي هو ايه رقم 3، الليفل اوف بروجرام، هنا ده المقصود بيه ان هذا الكورس اندر جراديوت او جراديوت. اعتقد ان الليفل اوف بروجرام ده يعني ده عشان بالنسبه في لو كريدت اور لبرامج البرنامج الخاص يعني، ففي بيبقى ليفل، لكن هي احنا عندنا يير، فهي سنه كام؟ اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه بس. اوكي يعني. لا خلاص. طب ممكن حضرتك ننزل شويه على البي، السؤال بتاع النمبر اوف ستودنتس اتندينج ذا كورس، والسؤال اللي بعده كومبليتنج الكورس. الرقمين دول، هل الرقم الاولاني الاتندنج الكورس، هل الرقم ده عدد الطلبه؟ معلش انا ممكن يكون عندي كونفليكت شويه لان انا اشتغلت ايبت واشتغلت ان سي تريبل اي في السعوديه، فممكن اكون الدنيا عندي كونفليكت شويه يعني. الستاتستكس النمبر اوف ستودنتس اتندنج ذا كورس، هذا الرقم هو عدد الطلبه اللي موجود في كشوف المنادى. الحقيقه انا مش عارفه ارد على حضرتك على السؤال ده قوي، لانه انا باخده من الاحصائيات اللي بتجيلنا من الكنترول، بصراحه انا مش عارفه الفروق بينهم بالظبط. اصل في يعني ايه السؤال التاني ده، اصل بص حضرتك انا معلش انا اسف يعني، انا يعني لا اتفضل. اتبهدلنا هناك في السعوديه في الحاجات زي كده، فانا عايز اعرف الجماعه عندنا في الجامعه يقصدوا ايه عشان يبقى الدنيا فيه يعني زي ستاندر كده موحده، لان كلمه كومبليتنج الكورس دي قعدنا فيها سنتين في اختلافات لغايه ما وصلنا الراي واشتغلنا عليه بعد كده. انا عايز اعرف بقى خليني ارد على حضرتك في الجزئيه دي، لخبطت شويه بس. في بيبقى في الاحصائيات بتاعه الكنترول في عدد بيبقى مكتوب لحضرتك العدد الكلي للطلبه في الفرقه دي، العدد الكلي ده اللي هو الفوق اللي هو الكبير ده. بعد كده في عدد بقى خاص. نعم، الاتندنج ده اللي انا العدد الكلي بتاع الطلبه، ده العدد أوكي. الكلي اللي بيبقى موجود في الفرقه بالكامل. خلاص انا متفق. انما الكومبليتنج ذا كورس بيبقى محطوط لكل مقرر بقى، المقرر ده عدد الطلبه اللي في المقرر ده قد ايه. انا بتصور انه المقرر ده ممكن بيبقى فيه مش كل المقررات زي بعضها، لان في طلبه بتعيد معديه من الماده دي، فدول عدد الطلبه اللي هم الكامل بالنسبه للمقرر ده. صح يا دكتوره فاتي ولا ايه؟ بالضبط يا دكتور سلوى. هو احنا بس يعني علشان طبعا احنا مش كريدت عندنا طلبه بتسجل في المواد، فاحنا بنعتبر انه النمبر اوف ستودنت اتندنج الكورس ده العدد الكلي للطلبه اللي موجود في الفرقه، العدد الكلي اللي انا هجيبه من كشوف المناداه بما فيهم هو العدد الكلي اللي في كشوف المناداه، هو العدد الكلي اللي بيجي في الاستاتستكس اللي بتيجي من الكنترول. متفق معاك. نخش بقى على السؤال اللي بعده. لا لا كومبليتنج الكورس. دكتوره فاتي بعد اذنك بعد اذنك دكتوره فاتي بس على الاجابه بتاع السؤال الثاني. طيب معلش بس اجاوب على السؤال الثاني.
الـ number of student completing the course ده العدد الكلي بتاع الكورس نفسه. هنلاقي العدد ده متقسم مثلا 50 زي هنا مثلا 67 جايبين امتياز، 56 جايبين جيد جدا، 53 جايبين جيد، 64 طالب يعني جايبين مقبول، مع الـ number of failed student هنلاقي المجموع ده كله هو مجموع الطلبة اللي completing the course. طيب يبقى اللي دخلوا الامتحان اللي دخلوا الامتحان بالظبط كده دخلوا الامتحان. انا بس عايز عشان تبقى بس في ستاندر شويه لما نيجي نشتغل كلنا نشتغل على حاجه واحده ومفهوم واحد، لان السؤالين دول يعني هم تريكي كويشنز شويه واحنا قعدنا فيهم فتره كبيره في ال... دي حقيقه. بعد اذنك يا دكتوره بس عندي اعتراض بعد اذن حضرتك. اتفضل دكتوره فاتت. الدكتور حلمي حضرتك رئيس كنترول قوه الاولى قوه. اتفضل حضرتك. بص حضرتك، عدد الطلبه الاتندنج الكورس هم عدد الطلبه اللي مش اللي فكاش في المناداة اللي يحق لهم دخول الكورس، لان انا عندي مثلا في اولى قوه بيبقى عندي فيه حوالي مثلا 40 طالب محولين والكورس ده مش داخلين معاه، فدولت ما بتحسبوش ان الكورس محسوب ليهم، انما انا بعد الطالب ده هيخش الكورس ولا لا، فمش عدد مش عدد الطلبه الكلي اللي موجود في كشف المناداة. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا كم... لا معلش دكتور بس مش فاهم حضرتك. هجيبه منين دكتور؟ هقول لحضرتك تقول عليه. هقول لا هقول لحضرتك هقول لحضرتك تاني هفترض ان انا عندي مثلا عدد الطلبه في كشف المناداة 400 مثلا. ال 400 دول في منهم 50 واحد تخلفات، والتخلفات ده في مواد معاه ومواد مش معاه، فازاي ادخله من ضمن العدد الكلي؟ فما بدخلوش من ضمن العدد الكلي، انما انا بدخل اللي ليه يحق ليه دخول الكورس، انما مش العدد الكلي وباخده اثبته على كل المواد. ففي مواد العدد عندي احنا مش هنعرف نعمل دي يا دكتور. احنا مش هنعرف ليه نعمل بكشف المناداة. لا نعرف نعملها، نعرف نعملها كشف المناداة مكتوب فيه ونعرف نعملها. اقول لحضرتك نعملها ازاي في الاخر يا دكتور حلمي من كشف المناداة صح؟ يعني هو اقول لحضرتك نعملها ازاي؟ فبسأل على السورس هجيب الرقم ده منين ومعناه ايه؟ رقم ايه؟ انا بقول لحضرتك رقم الطلبة اللي هو الاتندنج الكورس خلاص كده. انا كان سؤالي معناه ايه وهجيبه منين؟ فاحنا متفقين ان احنا هنجيبه نشوف المناداة. ايوه بالظبط كده بالظبط. كشف المناداة جاي لي مثلا 300 طالب، هبص على الباقيين وابص الباقي ده معايا هو الحاله بتاعته واضح الموضوع ده. الحاله قصاد الطالب بتبين هل الطالب ده معاه مكرر ولا لا، ومن الاخر نقدر نعده من خلاله. صح. بص يا دكتور الحته دي انا بلاحظها في الكنترول، لما يجي يقول لي هات لي نسبه النجاح في هذه في هذا المقرر، انا عندي في الفرقه بتاعتي بيبقى العدد عندي 300 منهم 50 مشيوا سابينه ومشيوا، يعني موجودين عندي في كشف المناداة بس هم محولين وسابونه ومشيوا، فالبرنامج ما بيحطهمش في الحساب ويطلع لي النسبه ضعيفه. أيوة. لا ده في الاخر بيبقى مكتوب عليه ان هو محول ولا مش بيبقى الستيت بتاعته مكتوبه هنا. معنى كده ان دخل طلعوا من ضمن احصائيات الكورس، طلعوا من ضمن احصائيات الكورس ال 40 واحد اللي عندي دول، راح حذفهم اوتوماتيك لانهم محولين ومش ولا يحق لهم دخول. احنا كده احنا كده بنصعبها على الدكاتره يا دكتور. ان كل واحد ياخد كشف المناداه ويفضل يحسب كم طالب مش لا يحق ليه ان هو يدخل الكورس. ياخدها من الريبورت اللي بيجي ما فيهوش كده. الريبورت اللي بيجي ما فيهوش البيانات دي. طب جميل خليك معايا. لو انا بعت لك تقرير مثلا، لو هعمله زي حضرتك ما بتقول وبعت لك تقرير عدد من يحق لهم دخول الكورس 300 وعدد الحضور اللي حضروا 240 واحد، لان عندي 60 حولوا، فطبعا شكلها مش مشكله. مفيش مشكله بنعملها كده فعلا. واحد ما جوش ازاي عندك 60 واحد ما جوش؟ وفي نفس لازم قلت لحضرتك برنامج الكنترول ما بيحسبهاش كده، بيحسب كم واحد يحق له دخول الكورس وليس العدد الكلي، كم واحد يحق، وبناء عليه بيطلع النسبة المئوية. النسبة المئوية اللي بتجيلنا تمام يا دكتور بيبقى على النسبة المئوية للطلبة اللي حضرت الامتحان، ال 280 دول تمام بياخد النسب بتاعتهم، يشوف مين اللي جاب امتياز ومين اللي جاب جيد ومين اللي نجح ومين اللي ما نجحش من ال 280 دي، النسبة اللي بتجيلنا مش من الرقم اللي حضر. بفترض حضروا وشال الامتحان المادة. النسبة اللي بتيجي نسبة اللي ناجحين هي نسبة من اللي حضروا الامتحان مش اللي يحق ليهم دخول الامتحان.
ده اللي بيجي لنا من الكنترولات كلها. ما ممكن ما حضرش ويتعد برضو من ضمن الناس اللي هم اوريدي معاهم او شالوا المقارنة. ما انا بقول لحضرتك ان نسبة النجاح بتتعد من اللي حضروا الامتحان نفسه. حضروا ولو ما حضروش، ما اللي ما حضروش برضو لو معاهم مقرر هيعتبر ان هم برضو شالين المقرر فهيتضافوا من ضمن الناس اللي هم فيلد في المقرر، صح؟ اكيد لا دكتور اكيد لا طبعا بس انا بتكلم ان النسبه بتاعه الباص والفيل والكلام ده كله بتتحسب من ال 280 اللي فوق، ما بتتحسبش من ال 356 دي. بالظبط بالظبط، مظبوط مظبوط كلامك يا دكتوره فاتن، مظبوط صح. فاحنا علشان كده طالما ان النسب كلها من ال 280 فخلاص بنعتبر انه النمبر اوف ستودنتس اتندنج الكورس هو العدد الكلي اللي موجود في الفرقه، علشان لان فعلا الرقم التفصيله بتاعته دي ما بتجيلناش خالص، وطلبناها اكتر من مره من الكنترولات ما جاتش، فخلاص اتفقنا انه الرقم الاولاني هو عدد الطلبه الكلي في الفرقه، الرقم الثاني هم الطلبه اللي حضروا الامتحان نفسه. ولما نيجي نعمل حساب كده ونمشي على كده ككليه يعني هنمشي عليها كلنا، لان احنا اكتر من مره فعلا اتناقشنا في الجزئيه دي، ما بتجيلناش الاحصائيات دي بالظبط، لان هم سؤالين تريكي شويه يعني. فاحنا لو اتفقنا على مبدا نخلي الكليه كلها بجميع اقسامها تمشي على هذا المبدا يبقى كلها مسطره واحده ونيسر الامور على بعضنا يعني. بالظبط كده، فعلا ماشيين بالطريقه دي الحقيقه يعني. انا بس تعليق على نفس النقطه عشان هتقابل برضه في كورسات، الكورسات الالكتيف كورسز برضه ما بيجيلناش احصائيه، الالكتيف كورس بيبقى فيه مادتين شغالين في نفس الوقت، فما بيجيلناش عدد، مثلا لو كورس مثلا 100 طالب 20 دخلوا في الكورس ده و20 دخلوا في وال80 دخلوا في الكورس الثاني، وهي الاستاتستكس ما بتجيلناش بكود الماده، بتجيلنا بالعنوان الخارجي. بالظبط كده، الكتيف كود بعنوان فبالظبط بناخد الاستاتستكس النتيجه على بعضها وكانها هي ماده واحده، بنحطها في تقرير المقرر ده وتقرير المقرر ده، فنلاقي الجزء البي في المقررين واحد للاسف. انا معلش انا اخر سؤال للدكتوره سلوى، انا اسف دكتوره سلوى، رقم 6 عدد الانستراكتورز اللي شاركوا في التدريس، هل الاعضاء هي التدريس فقط ولا نقدر ان احنا يعني في الكورس اللي حضرتك عرضاه 2 خلاص اللي هو السؤال السادس، فهل هنا الاثنين اعضاء التدريس ولا مثلا دكتور ومعيد، هل نضيف الهيئه المعاونه معانا ولا لا 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 اعضاء التدريس، لا اعضاء التدريس فقط لغي. اوكي لا. تمام، اصل هو في حته كاتب ليكتشرز وفي حته كاتب انستراكتورز، ف يعني لو في توحيد لا هي كلها مقصوده هناك بتوع الهيئه دول يعني. اوكي لا كلها اعضاء التدريس. شكرا جزيلا. لا خالص ابدا. السلام عليكم. تفضل يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتوره سلوى، شكرا على البرزنتيشن القيمه دي. لا مش حاجه. بس بالنسبه لحته عدد الستودنت التكنيك الكورس، لو بنتكلم على الجوده هيبقى وجهه نظرنا تختلف عما لو اتكلمنا على التسهيل. يعني فعلا زي ما على التسهيل في الاجراءات يعني. احنا لو بنتكلم جوده فعلا فالمفروض ان احنا بنطبق لائحه الاتندنس اللي هو اللي يتجاوز 25% من الغياب بنعتبر ان هو يعني ايه ديسميس الكورس، وبالتالي استاذ الماده المفروض بيتابع، لو بنتكلم على الجوده يعني بيتابع الغياب بتاع الطلبه وهو بيقول عدد الطلبه اللي جابول ان هم اتندنج الكورس بناء على ان هو ساتسفاي نسبه ال 75% في حضور، وبالتالي في الحاله دي بقى استاذ الماده ولا بيحدد فعلا مين اللي يسمح ليه دخول الامتحان يعني. انما لو خدنا كشوف المناداه، فكشوف المناداه الحقيقه فيها تشكيله كبيره جدا من الطلبه، في طلبه ما لهمش الكورس، في طلبه ريبيتد السنه وبالتالي ما لهوش الكورس، فبالتالي از نوت فير ان انا ادخله في الاحصائيه بتاعت الحسابات بتاعت نسبه النجاح. في طلبه زي ما حضراتكم قلتوا محولين، في طلبه بياخدوا كورس تاني بالنسبه للكتف كورس، فبالتالي الفيصل فيها لو بنتكلم بقى فعلا على الجوده اللي هو الطالب اللي هو حضر 75% وبالتالي ده بالنسبة لي بقى هو عدد الطلبة اللي أتنج الكورس. عدد الطلبة اللي هو completing الكورس ممكن يكون طالب حضر وستاتسفاي 75% من الحضور ولكن هو ما حضرش، جه في الآخر وقدم اعتذار،
جه في الاخر ما حضرش الامتحان، فيبقى ده هو يعني يبقى ده ما تبقى، يبقى هو الاتندنج كومبليتنج الكورس يعني. بس دي وجهة نظر يعني. شكرا لحضرتك. بس طبعا لا شكرا جزيلا. هو بس طبعا حاسه انها ممكن تبقى زي ما حضرتك بتقول، هنبقى نصعبها شويه على الناس، عارفه ولا بس احنا طالما بنتكلم يعني، لو يعني اخشى نيجي يعني الجوده، يعني لو بنتكلم عن الجوده يعني احنا للاسف ما بنطبقش خالص يعني الريكويرمنت بتاع ما بنطبقهاش، ودي يعني تؤخذ علينا، ممكن تؤخذ ان احنا يعني فين ما فيش ولا طالب يعني غاب 25% في الكليه كلها، ما طبقناش ولا مره يعني، رغم اننا عندنا طلبه بيغيبوا. اقول لك حاجه يعني، نبص على المدرجات بتاعتنا ونبص على الطلبه لنسبه الحضور، بنلاقيها بالامانه يعني فرانكلي كده انها لا تتعدى 50%. في طالب بيحضر الكورس ويحضر الامتحان ويبقى ما شافش الدكتور طول السنه ولا يعرف. انا في ساعات بلاقي ناس بجايه بتكلمني على اساس ان انا دكتوره فين الدكتوره سالو يعني. فين يجي يقول لك فين الدكتوره سالو. ايوه بالظبط كده. طيب ما هو دي النقطه يعني، هي الجوده صراحه مش مجرد تستيف ورق يعني، هي لو هنتكلم. شكرا لحضرتك. طيب انا مش عارفه حضراتكم في سؤال او كومنت او اي حاجه. مش عارفه. متشكرين جدا لحضرتك وعلى وقتك ومجهودك معانا، وفعلا استمتعنا بالمحاضره القيمه زي ما قال الدكتور بكر. والله ونتمنى انها تتكرر تاني وتالت ورابع، يا ريت. الله يخليك، شكرا جزيلا. لو عمر لو في اي يعني حد عنده سؤال انا موجوده يعني في اي وقت. رغم حضرتك تعملينا ابلود الدوكيومنتس ده على الميتنج بحيث لما ندخل على الفايلز نقدر نعملهم ما هي موجوده الدوكيومنتس كلها سكاند، كل الحاجات الدوكيومنتس توصيفات موجوده. مش عايزين اسكان، عايزين وورد احسن. لا ما هو ده صعب، لان ده مش شغلي انا لوحدي، فصعب ان احنا نحط الحاجات وورد الحاجات. شكرا جزيلا لحضراتكم على وقتكم يعني، وقت شكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور سلوى.